كمالي. مثل ما كسبت الفلوس من اللي قبلك، كسبت حياتها وأمنها، تضحية بيك. وهيك تعرف منين نية بحر؟ هي تعرف سيستم اللعبة كل زين، ومتأكدة إنه بحر ما واثق بيك كفاية حتى يسلمك العملية بالكامل. خيروها بين موتك وحياتها واختارت. أنت كراكون؟ سمعت عنك كثير. وأنا أعرف عنك حاجات كثير. مرسالك وصل. أسأل إذا أخذنا بالواجب الأولى. الواجب ذا ثمن مدفوع مقدما في مصر. تعرفون عظيم. على الأقل نقوم بالواجب. خليك في حالك. ركز في اللي أنت بتسمعه أحسن. إيه اللي خلاك تكشف لي كاميليا دلوقتي؟ أنت سألتني عن طريق بحر. وأنا أدلك. والله يعني أنت عايز تقول لي إن كاميليا كاميليا الوحيدة اللي توصلك البحر. أنت يا جدع موعود بجنس الحريم الملعون ده، ده أنت زي ما تكون بتنقيهم. وأنت يا عم كراكون، الناس دي تعرفها منين؟ وإيه حكاية المرسال اللي قالك عليه ده؟ أنت حتى هنا واصل؟ السكك الشمال كلها منفذة على بعضيها يا شحتة. سبحان الله، الدنيا فعلا صغيرة. بس انا مش واكل معايا الحوار اللي حصل ده كله سلطان. الراجل ده مش سهل زي ما انتوا فاكرين، واللقطه الامريكان اللي عملناها معاه دي مش هيعديها لنا. انا عارف انه مش هيعديها، ويجوز دلوقتي يكون مراقبنا وماشي ورانا. يعني ايه العالم دي؟ ما بتهزرش يا ابن عمي. ولا انا بهزر ولا احنا هنهزر. احنا هزرنا كتير وخسرنا اكتر. طب ما تقريني على اللي في دماغك يا مولانا. أنا بقول بلاها شغل أمريكاني ونرجع للأصل ونلعبها لعبة حواري. أرينا يا كراكون. أريك ونشوف في الآخر مين اللي هيكسب. حواري مولانا طبعا. معانا يا رب. الو. ايوه مين؟ مين؟ مش معقول انا مش مصدق اللي بسمعه. يعني انت لسه ايه؟ بس يعني لسه مين ده؟ طب انت فين؟ انت فين دلوقتي؟ ايوه معايا اهو. فيه حالا. ما تقلقش خلاص هنكون عندك دلوقتي حالا. مسافة السكة. مين ده سلام. جورج؟ مين ده؟ مين ده؟ مش هتصدق. مين يا عم؟ اخلص. مين؟ سلطان. ايه؟